أوضح لكم شنو الايج فود، الأوقات اللي نقدمها والأنواع الايج فود، والايج فود اللي استخدماني وأقدمه لطيوري. كيف نستغل هذا الايج فود حتى نقدمه لطيورنا وتستفيد من عنده أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عساك النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله اخواني، وياكم اخوكم الجين النعيمي من قناه زيرو العراق. اخواني الكثير يسمع عن الايج فود الباتي، والقليل يعرف انه الايج فود في اكثر من نوع، والقليل يعرف انه الايج فود له اوقات نقدمه للطيور. يعني في موسم الانتاج يوجد نوع معين نقدمه للطيور، في موسم التجهيز نوع معين نقدمه للطيور، وايضا في موسم الراحه وتبديل الريش. اليوم راح نتكلم عن هاي الامور اخواني، ونوضح لكم شنو الايج فود، الاوقات اللي نقدمها، والانواع الايج فود، والايج فود اللي استخدماني واقدمه لطيوري، وكيف نستغل هذا الايج فود حتى نقدم لطيورنا وتستفيد من عنده اكثر. اخواني بالبدايه اريد اوضح لكم شنو مكونات الايج فود او الباتيه. الايج فود او الباتيه هو عباره عن البيض المجفف ومنتجات الخبز دهون والبروتينات وبعض البروتينات. هذه المواد راح تختصر عليك انه توفر كل الاحتياجات اللي يحتاجها الطير، وخاصة الافراخ. الافراخ بعد الفقس تحتاج تغذية عالية، تحتاج بروتينات ودهون حتى تنمو بشكل صحيح وتقوى عظامها وريشها. الايج فود اخواني بعدة انواع، عندنا الايج فود الرطب وعندنا الايج فود الجاف. الايج فود الرطب ممكن نقدم للطيور على وضعه بدون ما نضيف عليه خضروات او نضيف عليه البيض المسلوق. الجاف ممكن نضيف عليه الخضروات او البروكلي او الراسك، نضيفه مع الايج فود الجاف، لأنه الطيور دائما تتقبل الأكل الطري، فتتقبل الايج فود الطري أكثر من الجاف. مثل ما قلنا أخواني الايج فود باتي عندنا احنا أوقات السنة، عندنا في موسم الإنتاج وعندنا في موسم تبديل الريش، كل وقت إلى ايج فود خاص به. يعني في موسم الإنتاج لازم يكون الايج فود اللي نقدمه للطيور يحتوي على بروتينات عالية ويحتوي على كربوهيدرات عالية ودهون عالية، لأنه الطير أو الفراخ تحتاج مثل ما قلنا لكم إلى بروتينات ودهون وكربوهيدرات حتى تنمو بشكل صحيح وتنمو بسرعة. هاي شلون نعرف أنه هذا الايج فود يحتوي على هاي الأمور؟ مباشرة أي منتج تشتري تقرأ المكونات، راح يعطيك النسب بالمئة. يعني هذا المنتج يحتوي على بروتين كذا، يعني 50% أو 60%. في موسم الراحة وفي موسم تبديل الريش لازم نقدم للطيور الايج فود اللي تحتوي على فيتامينات عالية وكميات دهون قليلة. في موسم تبديل الريش الطير يحتاج فيتامينات أكثر من الدهون، لأنه يبذل طاقة ويبذل جهد حتى يبدل يتم عملية تبديل الريش بشكل صحيح. بعض الأخوة يقول أنه طيوري ما تتقبل الايج فود أو الباتيه. هاي الأمور كلها نقدر نحلها بتعويض الطيور. الطير ما يتقبل الايج فود ممكن أضيف له بيض مسلوق مع الايج فود وأجوعه وأقدمه للطيور. يوم بعد يوم يوم بعد يوم الطير ينجبر وياكل من عنده. لازم الكل تعلم طيورها انه
تاكل الهيك فود. وشلون نقدر نستغل الهيك فود ونمد الطيور بالفيتامينات وبالمكملات وبالبروتينات. الهيك فود نقدر نضيف له مباشرة المكملات الغذائية، يعني نقدر نضيف له المالتي فيتامين، نقدر نضيف له خميرة البيرة، نقدر نضيف له هواية أمور، فيتامينات، كل شيء نقدر نضيفه في الهيك فود ونخليه على وضعه. بهاي الحالة أنت راح تقدم لطيورك الهيك فود مع إضافة الفيتامينات، راح تستفيد الطيور الكبيرة والفراخ أيضا تستفيد. نقدر نضيف الكالسيوم، نقدر نضيف المحفزات بالهيك فود. بالنسبة إخواني لموسم تبييض الريش، أفضل أنه تستخدم الهيك فود اللي يحتوي على الفواكه او الفروتي. اكو بعض الشركات مثل شركة فيرسلاجا عندها منتج الفروتي، فاتي فيرسلاجا فروتي، نقدر نقدمه في موسم تبييض الريش او موسم الراحة. البعض يسأل انه انت شنو تستخدم من الهيك فود، من اي شركة؟ انا تقريبا جربت اغلب الشركات اللي موجودة عندنا، فيرسلاجا، بينيتا، كويكو، بس حاليا استقريت على شركتين اللي هي البينيتا والفيرسلاجا. تقريبا لحد الان افضل شركه اللي تصنع الهيك فود الباتيه. الفيرسلاجا عندهم نوعين ممتازين، اللي الفروتي فواكه اللي هذا استخدمه خاصه وقت الغيار وقت تبييض الريش، والنوع الثاني اللي هو الجولد باتي، هذا يحتوي على ديدان، يحتوي على بروتينات عالية، يحتوي على دهون، كربوهيدرات. هاي الأمور كلها تساعد في نمو الفراخ بشكل صحيح. أفضل أوقات أقدم بي الهيك فود للطيور إذا كانت الطيور عندها أفراخ، ممكن أقدمه كل يوم. أنا بالنسبة لي أقدم يوم راسك ويوم هيك فود، يعني 3 أيام راسك بالأسبوع و3 أيام هيك فود. الهيك فود من أقدمه للطيور أقدمه مع البيض مسلوق. البيض المسلوق إذا الطيور ما تقبله راح تتعود عليه بسرعة. ممكن أضيف بعض الإضافات. أنا هسه عندي أكثر من نوع أستخدم الهيك فود وضايف مع الفيتامينات والمكملات. ليش أكو أنواع نقدمها في موسم الإنتاج وفي موسم تبييض الريش، وليش لازم نركز على مكونات الهيك فود اللي نقدمها للطيور؟ الهيك فود مثل ما قلنا انه يحتوي على دهون عالية، فاذا قدمناها للطيور ما عندها افراخ راح تسبب تشحيم الطيور وكثرتها ايضا ممكن تسبب ضرر للكبد. بعض يستخدم البقوليات ويستخدم الهيك فود اللي يعني الخلطات المحلية اللي يستخدموها البعض، هاي الامور تكون غير مدروسة او غير مخصصة لهاي الطيور، فممكن تؤذي الكبد او تؤذي الطيور بهاي الحالة، تسبب مشاكل للطيور. الهيك فود يعني اسعاره مو غالي، حتى ممكن تستصعبه او تجيب من عنده. الكيلو يمكن سعره $10 او اقل، الكيلو يكفيك حسب طيورك الموجودة. والهيك فود على طول متوفر امام الطير، هذا غلط. اذا كان عندك فراخ ما عندك مشكله، لان الطير ياكل ويزق الفراخ، بس اذا كانت الطيور ما عندها فراخ او ما عندها انتاج راح تسبب في تشحيم الطير. اكبر غلط ممكن يقع فيه اغلب المربين. واشكر اصغاكم اخواني، واي سؤال استفسار مجنون بالتعليق، وان شاء الله راح نجيبكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.